فيما يخص الترذيب، الترذيب هي طبعا شكل من أشكال التضامن الذي يطبع المجتمع الصحراوي الحساني. سابق يعني ما يعني شرحنا المعنى ديالها، لابد أن ندير واحد تأصيل لهذه الكلمة اللي هي ترذيبت. طبعا الدارسين يعني من يعني المهتمين باللغة وبالتأصيل وباللسانيات، السواد الأعظم منهم شايل أن أصل هذه الكلمة كلمة صنهاجية الأصل، أمازيغية الأصل، طبعا بحكم مجموعة من العوامل اللي هي الصيغة الصرفية ديالها ترذيبت على وزن تفعيلت، كيف نقولوا مثلا تدبيرت الحمامة باللهجة الأمازيغية، وأيضا أي مصطلح، وأيضا اللهجة الحسانية طبعا هي لهجة يعني أخر فيها مجموعة من ثقافات ومجموعة من اللهجات ومجموعة من اللغات أثرت فيها، وبالتالي إغناتها وخلاتها يعني تعود بهذه الصيغة اللي وصلتنا احنا اليوم. طبعا في اللهجة الحسانية كل ما يبدأ أو كل مصطلح جنسي يبدأ بحرف التاء أو بألف همزة قطع فهو صنهاجي وجوبا، أسطر تحت هذه الكلمة هذه صنهاجي وجوبا، لأنه كان عندما نقول مثلا أرقاج، أرقاج كتبدأ بالهمزة بمعنى الرجل، في الأمازيغية أرقاز يقول لك أرقاز، والله نقول بالتالي نقول مثلا تاسوفرا، تابولايت، أبولاي، أمنير، تامنيرت، إلى آخره من المصطلحات اللي يعني تبين وتزكي هذا الطرح القائل بأن اللهجة الحسانية هي طبعا أثر فيها بشكل كبير الوازع الأمازيغي الصنهاجي إلى جانب طبعا اللغة العربية. كي قلت ترزيفت هي شكل من أشكال التضامن اللي يطبع هذا المجتمع الصحراء، وهي نوع من الإعانة العينية، قد تكون عينية وقد تكون نقدية، اللي دائما تربط وتحكم العلاقات الإنسانية داخل المجتمع الصحراوي. ترزيفت طبعا نلمسوها في مجموعة من المناسبات، في الأعراس، حفلات الزفاف، في العقيقة، في الأسم، فمثلا النجاح، مثلا حد نجاح مثلا يقيسوا حد يرزفوه يكبر به إلى آخره، هذا طبعا ما يطبع ترزيفت عن مجتمع الصحراء. ولكن للأسف يعني في الآونة الأخيرة وفي العقود الأخيرة، العقدين الأخيرين بالضبط، أصبحت يعني ترزيفت، أصبح الإنسان الصحراوي يعني يقبضها من منظور المقايضة، نجيب لك ياك تجيب لي، وبالتالي هون فقد الترزيفت يعني ذاك الوازع ديال التضامن، الوازع ديال 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 العلاقات الإنسانية اللي طبعا مترابطة كانت في واحد الوقت معين. طبعا وبالتالي ترزيفت أصبحت مملكة ذلك هاجس يقض مرجع الجيوب نقضية. مثلا عندما مثلا تدرك صاحبي أنا مثلا ليتخيم يعني ستتزوج، طبعا انا نقول ربما نعود ماديا يعني الامور ما متيسره عندي، ولكن اللي نحاول نكلف ما لا طاقه لي به ياكني نجي نكبر بك انت ونرزفك، وهذا خطا. ترزيفت يعني حتى كاع نعالجوهم من الجانب الشرعي، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، مفهوم؟ طبعا انا ماني كاري لك شي نعدلو لك ونعطيه، ولكن ملي في نفس الوقت خاصني ننظر لنفسي، وبالتالي ربما قاعد تحورت هي مسألة الترزيفت لين عاد مسألة تباهي، عاد الناس تتباهى بها للأسف، مثلا راهم الفلان جابوا للفلان تكبا، راهم الفلان كذا، وبالتالي تجبر ناس اللي هي ضعاف يعني ذات قلة يد، تعاني الفقر إلى آخره، دائما عاد الترزيفت الفئة المستهدفة فيها هم هؤلاء الناس الميسورين للأسف، وهذا واقعنا. المجتمع الصحراوي البسيط البيضاني الأصيل، وسطر تحت الأصيل، بدأت يعني كنوع يعني داخل في إطار المعاملات الإنسانية طبعا العفيفة البسيطة الواضحة، يعني نوع من التواد، نوع من التراحم، نوع من الصلة، يعني كانت تعزز صلة الرحم ما بين يعني القبائل وما بين الأسر إلى آخره. ولكن مؤخرا طبعا والزمن يعني طبعا جدلية الثابت والمتحول، عاد دائما عاد المجتمع الصحراوي للأسف بحكم هذه العولمة وبحكم هذه الرقمنة اللي طبعا قاع ما تعاني منه لا الثقافة الحسانية ولا العادات الصحراوية، يعاني منه المجتمع ككل أو الإنسان بشكل عام، لأنه الرقم أصبح الإنسان مجرد رقم، أفرغ الإنسان من محتواه القيمي. نمشي مع قاع القضية طامة كبرى في الطلاق، إن بغض الحلال عند الله الطلاق، مفهوم؟ طلاق تجبر مثلا مرة افتصلت مع راجل مع مولا خيمتها، الناس يفرحوا به ويرزفوه،
وبالتالي هذا النوع من شنو نقول لك تميع هذه العاده اللي في الحقيقه هي كانت شكل من اشكال التضامن العضوي اللي يطبع هذا المجتمع، وبالتالي عاد دائما يعني نلمسوا فيها نوع من الزبونيه، نوع من المحسوبيه، نوع من المقايضه، نعطيك باش تعطيني، الى ما رزفتني ماني رازفك، وهذا خطا. وبالتالي تم تحوير الهدف الاسمى والهدف الاساسي الانساني للتكسب. الطريف في الامر وهو انه تجبر للاسف ناس اللي يعني طبعا غير ميسوره ماديا تكلف نفسها لا لشيء لا لانها ينقال راه فلان رزق فلان. العكس، انا ما عندي لك شيء، انا ماني كاره لك شيء طبعا، ولكن ما تسعه القدره هو هذا، وبالتالي انا ماني اللي نمشي نكلف راسي، اياك نمشي نعطيك انت يعني مثلا انت نجحت في يعني في استحقاق معين، انا اللي نمشي نقيس اولاد عمي اهلياتي كذا، نعطي دم جوفي في كذا، ياك تجيب لك انت زايله، ومن بعد ماذا بعد ذلك؟ شو راه نحصر عليك انت قاطعه من البلد شخلك؟ هناك طبعا لا الاشكال اللي دائما خلاصه القول عن ترزيفه تم تحويرها عن هدفها السامي، لانه خالق ناس يعني فقراء اللي محتاجه من الفصال المعوزين اللي هما هذاك الزائر اللي نرزف بها، انا قد مثلا نقبض ثمنها نعطيها واحد التثمين معين ونقبضها ونوزعها للفقراء المحتاجين.